حضرنا هذه الندوه اللي تحت شعار السلامه الطرقيه مسؤوليه الجميع، اللي كتصادف تخليد اليوم الوطني للسلامه الطرقيه. وحاولنا الحضور ديالنا اللي كان لقاء ديال واحد المداخله اللي كتهم اولا التوجهات العامه ديال الوزاره في هذا الشان، ومن طبيعة الحال كذلك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتطرقنا كذلك إلى المجهودات المبذولة خاصة في إدخال آليات المراقبة بصفة عامة، خاصة الرادارات الحديثة فيما يخص كما قلنا هذوك تزويد المركبات والحافلات باللي جي بي إس وهذا. وكذلك تطرقنا إلى واحد النقطة اللي هي مهمة واللي هي كتهم إقليم تارودات، هو فيما يخص النقل الغير نظامي وما يعرف بالنقل السري بالإقليم. بالنسبة لهاد اليوم الدراسي، أولا هو جاء في إطار واحد التوصية ديال رئاسة النيابة العامة اللي راسلتنا بتاريخ هاد الشهر هذا باش نقوموا بتنظيم يوم دراسي كيتعلق بحوادث السير. هاد الآفة الخطيرة اللي من طبيعة الحال كلكم كتعرفوا بأنه كتودي بحياه مجموعه من الاشخاص وكذلك مجموعه من الوفيات والجرحى، بالاضافه الى الكلفه الاقتصاديه ديالها اللي كلكم كتعرفوها. المشرع من بعد مده من التطبيق ديال مدونه السير شاف بان هناك مجموعه من الثغرات دخل في 2016، الان احنا في 2022، كنعتقد بانه حان الوقت كذلك لتدخل المشرع من اجل صد هذه الثغرات اللي مازال كتعتري تطبيق مدونه السير. كما لاحظتوا كان واحد النقاش قوي ما بين المحاضرين خاصه من هيئه القضاء وكذلك الدفاع حول بعض المجموعه من النقاط، كل واحد كيشوف المساله من المنظور ديالو الخاص. انا في نظري التدخل التشريعي هو اللي غادي يحسم هذه النقاط، ومن طبيعه الحال كنشكروا جميع الحضور على هذه تلبيه الدعوه ديال النيابه العامه وكذلك رئاسه المحكمه اللي حضروا بكثافه وشاركوا في الفعاليات ديال هذه الندوه.
كنشكروا كذلك قنوات الاتصال اللي حضرات وكذلك وسائل الاتصال اللي حضرات وغطات على هذا الفعاليات ديال هذه الندوه، وشكرا لكم على